بوفر اليوم مكبر صوت من شركة بوهان. شركة بوهان معروفة عالمياً ألمانية. فالمدير كلش حلو راقي في قطعتين. هذا قطعة مضخم صوت شغلة بس. هذين السماعات تقدر تستعمل سماعتين تقدر توقف سوا. هذا ترتيبه. هالترتيب صار قطعة واحدة تستعمل الشاشة تستعمل الهواش الراد أو بالغرفة يصير ترتيب كلش حلو. نقدر نفصل هيك نخلي في الوحدة واحدة. الحلو بريموت تحكم عن بعد تقدر تقسم بيه الصوت مالته تقدر تعلي تنصي تحول بيه استقبالات اللي ياخذهن اواكس وفلاش وكيبل اتش دي على الشاشه وبلوتوث ايضا بي. هسه راح نشغل البلوتوث مالته. ترتيبه كلش حلو. نختار البلوتوث. غير وجهك ما اشوف يا ضحكت يوم تلقيت بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي واللي هزني انت بس انت بالدنيا نصيب اللي انتظرته سند القلب اريدك يا الكسرته جمعك وما حلم واحد الطيبة شغربة الكشخة وطارت الهبة والمعيون